واخيرا لقيت بسكوت العتاوله. قلت اشتري باكوين بسكوت كده. الحقيقه انا مرضيتش اشتري علبه، يعني اشوف البسكوت بيكسب ولا لا. البسكوت سعره عامل 5 جنيه، وزي ما انتوا شايفين انا كسبت 200 جنيه ورق، يعني اي كلام. وزي ما انتوا شايفين البسكوت هناكل بقى. هو بصراحه البسكوت طعمه يعني مش وحش قوي، شغال يعني. هنفتح بقى الباكو التاني، وزي ما انتوا شايفين انا كسبت برضو 200 جنيه ورق. لا ثانية واحدة كده، وكسبت برضو 5 جنيه حقيقية. يعني انا كده يعتبر انا اشتريت باكو بسكوت واحد. اما بقى تقييم البسكوت 5 من 10. لكن بقى بالنسبة للبسكوت بيكسب ولا لا، هو بيكسب. بس نصيحة، ما تشتريش علبة، يعني اشتري باكو او باكوين زي ما انا عملت كده. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.